صباحو يوم 24 يونيو سنة 1987 تم ميلاد طفل في مدينة روزاريو في الأرجنتين. أكيد كان يوم عادي في المستشفى، اتولد الطفل دوت زي مليون طفل بيتولد في مليون حتة في نفس اللحظة، وأكيد محدش في اللحظة دي كان عارف إن الطفل ده هيغير مفهوم كرة القدم في العالم كله. من كام شهر كده قريت مقالة كان فيها واحدة من أحلى التشبيهات اللي شفتها ما بين الحياة والكرة، فاسمحوا لي كده إني أقتبسها. هي كانت مكتوبة في برشلونة فوتبول فلوج، واللي كاتبها كان اسمه KXF. لو رجعت 100 سنة لورا وقلت للناس ان هيجي يوم على البني ادم هيقدر ان هو ينور بيته الضلمة باستخدام لمبة واحدة بس، اكيد كان هيقولوا عليك مجنون. ولو حتى رجعت 30 سنة بس وقلت للناس ان هيبقى معاك تليفون قد ده كده ممكن يخليك تتواصل بملايين البشر، وعادي جدا انك بلمسة صباع تبعت رسالة من هنا يستقبلها واحد بعد ثانية واحدة في الناحية التانية من الكوكب، كانوا هيقولوا عليك متخلف. بس بالرغم من ان اللمبة النور والتكنولوجيا والتليفون والانترنت كلها حاجات اشبه بالمعجزات، الا انهم كلهم على بعض دلوقتي بقوا بالنسبه لنا حاجه عاديه جدا، خدمات اساسيه بنستخدمها كل يوم، ولو حاجه علقت او ما اشتغلتش ممكن عادي جدا يومك يبوظ. بس في اخر 15 سنه مش بس التقدم المرعب في التكنولوجيا اللي بالنسبه لنا بقى حاجه طبيعيه وتعودنا على وجوده من غير ما نديله اي اهميه، من غير ما نديله قيمته الحقيقيه، لان في حاجه تانيه برضو اشبه بالمعجزه حصلت وما زالت مستمرة في صناعة المستحيل ولكن في عالم كرة القدم. والتعامل مع الحالة دي بقى نفس التعامل بالظبط اللي بنتكلم عليه في التكنولوجيا. من كتر الإعجاز اللي بيعمله في الكرة بشكل مستمر على مدار السنين فده تحول للعادي الطبيعي المتوقع والمنتظر منه. وزي لما الكهرباء في يوم تقطع أو التليفون في يوم يعلق، فأول ما هو كمان يخسر ماتش أو يفشل في بطولة بتتوجه عليه على طول أصابع الاتهام، أكنه بايظ ومش شغال ومش بيعمل اللي عليه، بالرغم من إن اللي هو بيعمله ده أصلاً إعجاز بس هو اللي عودنا عليه. حلقة النهاردة زي ما واضح كده هي الحلقة اللي استحقها مجدي بعد ما كسبني في التحدي وجمع أكتر من 1000 لايك على الكومنت بتاعه على فيسبوك في كام ساعة. حلقة النهاردة عن لاعب طلع واحد من زمايله اسمه فيدال بعد ماتش عادي يعني ضد بلد الوليد، بيقول إن زي ما احنا كده بنشوفه وهو معانا كل يوم في التمرين ففي كل يوم من الأيام دي بنشوف معاه جديد. حلقة النهاردة عن أحد اللعيبة اللي تأثيرهم على كرة القدم هيستمر عبر الأجيال وعلى مر التاريخ، وفي ناس متقبله ده ومستوعباه دلوقتي، وفي ناس هتتقبله وتستوعبه بس بعد ما يعتزل. بس في الاخر مفيش اي شك ان كل الناس اللي بتحب الكوره بغض النظر عن انتماءاتها هتوصل لنفس الاستنتاج والاستيعاب. حلقه النهارده عن ليونيل اندريس ميسي كوتشيتيني، فعايزين نشوف بقى لو فعلا كم الناس اللي كانت مستنيه الحلقه دي هتقدر توصلها ل 100,000 لايك على يوتيوب. ورونا كده عشاق سيد معزة ويلا بينا نخش في التفاصيل. خوسي ماريا مينجويلا. هتسألني بتبدأ حلقة ميسي بالاسم ده ليه؟ لو انت من عشاق النادي الكتالوني اكيد هتبقى عارف الاسم دوت، ولو لا فخليني احكي لك قصة صغيرة عليه. مينجويلا راجل نشأ في ليكورت، واحدة من الحواري اللي حوالين الكامب نو، فكان من الطبيعي جدا ان عشقه وحياته كلها تكون مكرسة للبارسا، النادي اللي لعب معاه دور المشجع والمترجم والمدرب ومستشار الرئيس، وحتى حاول يبقى رئيسه في 2003 بس ما عرفش. بس كل اللي يهمنا في الحلقة دي من مسيرة مينجويلا هو دوره كوكيل لعيبة، لانه جاب شوية اسامي للبارسا ملهاش حل، اسامي زي ستويتشكوف اسطوره بلغاريا وروماريو واحد من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ البرازيل، بالاضافه لثلاث اسامي تقيله قوي 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 من الارجنتين، خوان رومان ريكيلمي، دييغو ارماندو مارادونا وليونيل ميسي. ريكيلمي بالرغم من موهبته الرهيبه وبالرغم من كونه واحد من اساطير بوكا جونيورز بس ما نجحش قوي مع البارسا، ومارادونا اللي هو مارادونا يعني مش محتاج اتكلم عنه اصلا، بس هو كمان ما كسرش الدنيا مع البارسا. صحيح انه كان اول لاعب في التاريخ يبقى لابس تيشرت عليها الشاره دي ويجبر جماهير ريال مدريد انها تحييه من داخل البرنابيو، ولكن الاصابات وخناقته الشهيره مع بلباو في نهائي الكاس قدام
ملك اسبانيا، خلصت على مسيرته خالص مع برشلونه اللي قعدت سنتين بس. اما بقى الاسم الثالث فلازم نقف معاه شويه، بالذات وان منجويلا وهو بيجيب ليونيل ميسي من الارجنتين لبرشلونه واجه صعوبات. لا هي مش مجرد صعوبات، هو ميسي في مرحله ما كان اقرب بكتير قوي من انه يرجع للارجنتين او يمضي مع فريق تاني في اوروبا عن انه يمضي مع البارسا. منجويلا جاب ميسي وباباه خورخي وجاجيولي الوكيل بتاعه من الارجنتين، وبعد كام تمرينه كده واول ما عرضوا على تشارلي ريكساتش اللي ساعتها كان التكنيكال دايركتور ومستشار الرئيس في البارسا، قال ان بعد دقيقتين بس من لحظه معني وقعت على ميسي وقال لهم انا لازم امضي مع الواد ده. ولكن الموضوع ما كانش بالبساطه دي. هتقولي ليه؟ هقول لك، اولا عشان يمضوا مع الولد اللي عنده 13 سنه ده فلازم يجيبوا باباه يعيش في اسبانيا ويدوا له مرتب سنوي تقريبا 40,000 جنيه استرليني. وثانيا الولد اللي كان مقطع الدنيا داخل الملعب ده كان اول ما يخش غرف الملابس مسمينه المودو، يعني الصامت لا بيفتح بقه ولا عنده اي علاقات بالفرقه وفي حاله. وثالثا بقى والاهم، من الولد كان عنده مشاكل ومضطر ان هو ياخد حقنه هرمون في رجله مره في الشهر تكلفتها 1000 جنيه استرليني. ضيف بقى على كل المشاكل دي ان ساعتها رئيس النادي خوان جاسبار كان اصلا عنده مشاكل كبيره قوي. فيجو كان لسه سايب البارسا ورايح ريال مدريد في صفقه قصمت ظهر البلاوجرانا، والفريق بشكل عام كان داخل على ايام سودا وقعدوا 5 سنين من غير ما ياخدوا لقب واحد بس. بس في اللحظه الحاسمه، اللحظه اللي منجويلا جاب فيها بابا ميسي ووكيله قعدهم مع ريكساتش للمره الاخيره في ملعب بومبيا بتاع التنس وقالوا له ان احنا واخدين الولد وماشيين، يا اما راجعين الارجنتين يا اما نوديه نادي تاني، التكنيكال دايركتور ومستشار الرئيس عمل واحد من اشهر واغرب المواقف في تاريخ كرة القدم، وهو موقف المنديل الشهير. طلع منديل وكتب عليه انا تشارلي ريكساتش مدير الرياضي في نادي برشلونة اقر على التوقيع مع الولد ليونيل ميسي اللي عنده 13 سنة بغض النظر من اعتراض بعض اعضاء مجلس ادارة النادي ومهما كانت ردة فعلهم والنتيجة. ومسكوا المنديل ده وحطوه بينهم وكل واحد وقع عليه علشان تصبح هذه اللحظة يا سادة من اهم اللحظات في تاريخ نادي برشلونة. انت فاهم ان قرار راجل واحد عكس رأي مديره وكلام مكتوب على منديل كان السبب في كتابة واحدة من احلى قصص الكرة في التاريخ. تاريخ مكتوب فيه ان رونالدينيو نده واحدة صاحبته صحفية اسمها كريستينا كوبيرو بعد اول تمرينة لي مع ميسي وقال له انا لسه مخلص تمرينة مع ولد صغير من الناشئين وهيبقى احرف مني. كريستينا ما صدقتوش طبعا، وبصراحه معذوره لان اي حد يسمع الكلام ده ساعتها مستحيل يتخيل ان في لعيب اصلا هيجي في الكوره يبقى احرف من رونالدينيو. لان بعدها جه بيب وراح رونالدينيو واستولى ميسي على قميص رقم 10 عشان يبدا في رسم واحده من احلى واجمل لوحات الكوره. في الموسم ده ميسي سجل 38 هدف وحقق الدوري والكاس ودوري الابطال. لحد النهارده في 16 موسم لعب 698 مباراه، سجل فيهم 612 هدف بمعدل 0.86 هدف في الماتش. بس طبعا انا مش هنا النهارده عشان اقعد اسرد انجازات ميسي واحصائياته وتدمينه تقريبا لكل رقم قياسي موجود في الكوره، لان بالاضافه لكل ده فالمتعه اللي بيقدمها ميسي كل مره رجله بتلمس فيها الكوره لا تتحسب باحصائيات ولا بارقام. والفكره هنا بقى ان ميسي مش كمان بس قدر ان هو يحافظ على الاستمراريه والشغف عشان يفضل في التوب من يوم ما بدا لحد النهارده، لا ده في حاجات كمان قاعد يشتغل ويتمرن ويجتهد فيها لحد ما سيطر عليها وخلاها تخضع. وعلى راس الحاجات دي ان ميسي عنده مواهب كتير قوي بس الركلات الثابته عمرها ما كانت منها. وده مش رايي، بالدليل اول هدف سجله ميسي من ركله حره مباشره مع البارسا جه بعد 4 سنين، وبعد 8 سنين مع البلاوجرانا كان مسجل 5 اهداف بس. فعشان توصل بقى من الرقم ده ل 52 هدف النهارده، 46 مع برشلونه و6 مع الارجنتين، فده معناه ان انت بتشتغل وبتتمرن كل يوم علشان توصل في الاخر لمرحله مرعبه وانك في اخر 5 سنين تبقى مسجل اهداف من ركلات حره مباشره اكتر من الاهداف اللي مسجلها اي نادي بيلعب في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى. انت فاهم الرقم؟ ميسي مسجل في اخر 5 سنين 22 هدف من ركلات حره مباشره في الوقت اللي كل لعيبه اليوفي على بعض مسجلين 15، ويجي بعدهم ليون وروما باريس
سان جيرمان ومسجلين 13، حاجه مش طبيعيه وما تخشش العقل. ولكن بقى بالرغم من كل اللي قلناه ده، فلما تروح الارجنتين وتسال هناك مين اعظم لعيب كوره جه في تاريخكم انتوا، فشق كبير منهم لو مش الاغلبيه كمان هيقولوا لك لا مش ميسي، احنا احسن لعيب عندنا كان مارادونا. والسبب في ده جزء منه اكيد لازم يروح لكاريزما دييجو وشخصيته الثوريه اللي عمرها ما هتتكرر في الكوره، وجزء منه طبعا لازم يروح لانه جلب للارجنتين الكاس ده، اللقب الاعظم والاهم والاغلى عند كل ارجنتيني. ميسي كسب مع الارجنتين لقب الاولمبياد في بيجينج سنه 2008، ومارادونا كسب كاس عالم تحت 20 سنه سنه 79. ولكن في الوقت اللي مارادونا قاد فيه الارجنتين لنهائيين كاس عالم ورا بعض، خسر واحد وكسب الثاني في 86، فميسي قاد الارجنتين لاربع نهائيات، ثلاثه منهم في 3 سنين ورا بعض، كاس عالم، في كوبا امريكا، في كوبا امريكا، وخسرهم كلهم. انت فاهم يعني انك مش بس محققتش ولا لقب مع منتخب بلدك، لا ده انت وصلت للنهاية اربع مرات وما كسبتش ولا مرة. اهرب. بغض النظر بتحب ميسي او لا، او بتشجع الارجنتين او لا، بس حط نفسك مكانه هتموت من القهر، ضغط رهيب يفلق الحجر. ولو قررنا بقى نروح لاراء بعض النجوم القديمة بقى من كرة القدم زي ماريو كيمبس اللي حقق اول لقب كاس عالم للارجنتين من قبل مارادونا، فبيقول ان في زمن مارادونا ما كانش ليه منافس كبير قوي، ولكن ميسي في زمنه في اساطير كتير بينافسها وتفوق عليهم كلهم. وعندك الناحيه الثانيه ناس زي روماريو، باتيستوتا، وزيكو بيقولوا لك لا يا معلم، مارادونا جايب كاس عالم، ومارادونا كان شايل فرقه لوحده ومنتخب لوحده ومفيش مقارنه. وما بين دول ودول عندك جمله موزونه قوي قالها واحد من العباقره بقى في الكوره، اليكس فيركس، قال لك ان الوقت اللي مارادونا سيطر فيه على العالم كله وكسب فيه كل البطولات كان على مدار 5 سنين، في الوقت اللي ميسي بيلعب على اعلى مستوى وفضل في اعلى مستوى وبينافس وبيكسب كل الالقاب من ساعه ما بدا لحد النهارده، بقاله اكتر من 10 سنين ولسه مكمل. ودي اكيد مش افوره في الوسط، هو من سنه 2014 لحد النهارده مفيش ولا لعيب في دوريات اوروبا الكبيره مسجل اهداف او عامل اسيستات اكتر من ميسي، الاثنين ما حدش جاب جول اكتر منه ولا حد بيصنع اكتر. بس في الاخر اقتناعي الشخصي ان كل واحد ليه راي وكل واحد ليه ذوق وكل واحد بيحب حاجه مختلفه في الكورة عن التاني، وكل واحد بيرتبط بنادي او بلاعب او بنجم بغض النظر عن انجازاته وارقامه واقتناع الناس تانية بيه، هو بيرتبط بيه باحاسيسه وبمشاعره. فزي ما قلت في اول الحلقة، بغض النظر اذا كنت بتحب ميسي او لا، بتشجعه او لا، بتتمنى فوزه او بتتمنى هزيمته في اي ماتش بيلعبه لانه موريك النجوم في عز الظهر ومش قادر تستنى لحد ما يجي يوم اعتزال. طب بالرغم من كل ده، لو كنت بتحب الكورة فما ينفعش ما تكونش بتحترم وبتقدر قدر ميسي على اللي بيعمله واللي عمله واللي غالبا لسه هيعمله، حتى لو اختلفت الاراء على من هو اعظم لاعب في التاريخ، لان الاختلاف ده زي ما هو حاجه طبيعيه فهو في نفس الوقت لا يقلل من ميسي خالص. هو بصراحه كده ومن الاخر مفيش حاجه اصلا ممكن تقلل من شأن الراجل ده في الكوره، وكل اللي نقدر نعمله دلوقتي اننا نحاول نقدر ونستمتع بكل لحظه وكل لمسه بيلمسها ميسي للكوره دلوقتي، لان تخيل كره القدم بعد اعتزاله هتبقى حاجه غريبه قوي لناس كتير. ولو كنت مدريدي فالكلام ده مش بيمثلك خالص، لاني مقدر انك مستحيل تتبسط او تستمتع، بس اوعى تعاتب حد تاني انه بيستمتع، اصل ما ينفعش، لان في الاخر كلنا هنحكي لاولادنا ولاحفادنا اننا عشنا في عصر شفنا فيه ليونيل ميسي. وبس كده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك على يوتيوب دلوقتي من تحت، وتدوس على اللي تظهر هنا عشان سبسكرايب واشترك في القناه وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك منزل حلقه جديده. لو عايز تفرج على الحلقه اللي فاتت فتظهر هنا كمان شويه. كالعاده كان معاكم عمرو نصوحي، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام. ارتحت يا مجدي؟ ادي حلقه ميسي. اللي ما يعرفش قصه مجدي، يعني ان انا كنت كاتب بوست على فيسبوك وبعد كده هو رد عليا في كومنت وقال لي العالم كله والشعب كله عايز حلقه عن ميسي. انا رديت عليه بقلب جامد بقى ورحت داخل فيه قلت له شعب مين يا معلم، ده ما فيش 1000 واحد عايز. ما شاء الله الله اكبر، جاب لي اكتر من 1000 في تقريبا ساعه، فكسب التحدي، فكنت لازم بعدها اعمل الحلقه دي. بس عشان اكون صريح معاكم يعني، فانا انبسطت وانا بعملها، لاني اولا بحب اتكلم عن اسطير الكوره، وثانيا ان انا كنت عايز اتكلم عليه بس مش بالشكل التقليدي، لا بزاويه مختلفه شويه، علشان اغلب الكلام التقليدي الناس عارفاه وحافظاه، فكنا عايزين ناخدها كده بشكل مختلف. فمن الاخر كده يا ريت تسيبوا لي في الكومنتس تحت الفيديو دوت مين الاسطوره اللي انتوا عايزيننا نعمل عليها حلقه. انت بتعمل ايه هنا؟ فرانك. فرانك مين؟ الاسطوره. اسطوره ايه يا ابني؟ انا بتكلم على ميسي ومارادونا و... فرانك. فرانك. انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ دي مش قعدتك. طب تعال. اي ده تصدق ايه ده؟ هي دي قعدتك. انا مش فاهم انت بتعمل هنا ايه اصلا. شغل بس. شغلت. ولبس الكاب كده. لبست الكاب. وشجع معايا. اشجع معاك. ومال فرانكي.
فرانكي فرانكي العظيم وصل، اللعب الجميل حصل، كنترول ال ديليت هنبدأ من أول وجديد، هنسيب أثر، غير نظرة العالم للنادي على إنه بتاع شراء بالغالي، رجع لعبته اللي برا مع لعبته اللي جوه واداهم ثقة من تاني، رفع بيهم للعالي، خلى الخصم يعاني، وستايل الكرة الجماعية من الآخر رجعت لي كل آمالي، سيطرة في إنجلترا وفي أوروبا كمان، وحياة أبوكو يا فيفا زودوا كمان فترة البان، لقد حان الأوان إلى طلق فنان، والله زمان أشكال وألوان، فرجة منتهى الإدمان، عجز اللسان هيترجم كلام إلى فن أقدام، هنحقق أحلام، ودلوقتي هقف لكام لعيب واضرب له تعظيم سلام، توموري وجوم في المقص، جورجينيو حسن تساري في النص، بوليسيتش من الدمعه للهاتريك، وكانتي هوس ماونت من عيل صغير لواحد هازارد بقى عليه بيبص، وتامي واخيرا حاجه من ريحه دروجبا البوس. وعلى فكره ليفربول عدوا مننا كده، ما كانوش يستحقوا، واحنا عندنا تقريبا مطب صغير كده اسمه مان سيتي. فكل ده عشان ايه؟ عشان فرانكي 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 يو فرانكي 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 فرانك